بين لحظة وأخرى كده يقول لك هو المجلس القومي للمرأة ده بيعمل إيه؟ ويكون في مشكلة مثلا لمواطنة ولا اعتداء على سيدة وبتاع في البوست تلاقيه، وأنا برضو من ضمن الناس اللي بتطلع تقول لك هو فين المجلس القومي للمرأة؟ بيعمل إيه المجلس القومي للمرأة؟ وهكذا. وتبص تلاقي اللغط دايما حتى لما يحصل حاجه لطفل مثلا، وفي المجلس القومي للطفوله والامومه، هو فين دايما كده احنا يعني. لكن الحق يتقال يعني ان الناس بتشتغل شغل يعني ربما يتلائم مع طبيعه المرحله اللي احنا عايشين فيها. فجاه كده جم قالوا لي زميلنا محمد قطب بنا، قال لي ده عاملين حاجه اسمها الواعظات وخدام وخادمات الكنائس في المجلس القومي للمرأة. طب دول هيعملوا ايه؟ المفروض ده وزارة الأوقاف. قال لي لا، ما هم بيتعاون مع وزارة الأوقاف في هذا الإطار. وبعدين تصرفنا في هذا الأمر لحد ما اهتدينا إلى الأستاذة إيزيس محمود مدير التدريب والتوعية في المجلس القومي للمرأة. تحس المجلس القومي للمرأة ده عامل زي الحكومة، يعني في وزراء كده من جوه بس ليهم مسميات. خلينا نرحب بيهم الاول. استاذ ايزيس محمود مدير التدريب والتوعيه في المجلس القومي للمراه. من على يمين يا ابو الفضل، يبقى كده صح ماشي الحال. استاذه منى فوزي عضو الكنيسه الكاثوليكيه، برضه من على يمين صح. الاستاذه بهيره خير الله، على مكتوب قدام الداعيه الاسلاميه، بس الحقيقه وهم داخلين روحهم حلوه ولطيفه وناس يعني ما تحسش ان في تازم عندهم من اي حاجه. وقعدنا حوالي 10 دقائق قبل الهوا او قبل ما نخش على حضراتكم بنتكلم في كل القضايا. برحب بيك يا استاذه بهير. اهلا استاذ جابر. مهندسه مش كده؟ مهندسه بهير. والاستاذه سونيا صليب مدير دار سيده السلام لذوي الاحتياجات الخاصه، صح كده؟ ماشي الحال. برحب بيك يا استاذه سونيا. طيب هشوف الاول الاستاذه ايزيس كده واحنا بنتكلم، كان في فيديو صغير كده جايبينه، هو صحيح بدون صوت بس ممكن يعبر عن الموقف اللي احنا بنتكلم فيه. هذهب الى الاستاذه ايزيس محمود تقول لنا بالظبط ايه الوضع. الاساتذه والزملاء والزميلات في مجلس القومي للمراه بيعملوا ايه في هذا الاطار، والحمله دي هدفها ايه؟ اتفضلي يا فندم. طبعا حضرتك عارف انه من اهم ادوار واختصاصات المجلس القومي للمراه هو التوعيه. تمام. التوعيه بكل اشكالها، احنا بننزل الناس نتكلم معاهم، نعمل لقاءات، بنساند الدوله في كثير من القرارات اللي بتؤخذ على مستوى حياه الانسان المصري والحاجات اللي بيتاثر بيها. فاحنا بطلنا فكره ان احنا نعمل ندوات كبيره ومؤتمرات وحاجات زي كده، وبدانا نتوجه مباشره مع السيدات اللي موجودين في كل الاماكن. تمام. تركيزا على المناطق اللي هي غير الحضريه، في الصعيد وفي وجه بحري وفي المناطق غير الحضريه حتى في المدن. بنعمل حاجه اسمها مبادرات متتاليه اسمها حملات طرق الابواب. طبعا فكرة طرق الأبواب مش فكرة جديدة، يعني احنا واخدينها من الحملات الانتخابية الأمريكية اللي كانوا بيلفوا على البيوت يعني يكلموا الناس على المرشحين وكده. لكن احنا هدفنا ان احنا نعمل حاجة مختلفة، ان احنا نوعي السيدات. طب نقول لهم ايه ده بالظبط؟ ايه معنى دي الحملات اللي احنا دي بالظبط زي ما حضرتك شايف كده. اللي على اليمين بنات وبنات من اللي بيشتغلوا معانا، ودي سيده في مكانها هي قاعده بتبيع خضار، قاعدين بيتكلموا معاهم وبيقولوا لهم. الحمله ديت كانت اسمها حمله ساندي بلدك. بدأت الحملة دي في شهر أكتوبر اللي فات. وكانت أول ما بدأنا الحملة بعدها بوقت بسيط جدا حصلت الاقتصاد القرارات الإصلاحات الاقتصادية الجديدة، وبعدين الناس بدأوا يتكلموا معانا على إزاي ليه الأسعار بتغلى، يعني إيه تعويم جنيه، يعني إيه الأسعار كده يعني مش طبيعية، إيه اللي بيقولوه في التلفزيون ده إحنا مش فاهمينه، طب ليه الحاجات بتختفي السلع بتختفي. فيعني وانا بشهد انه المجلس القومي للمراه تقريبا كان المؤسسه الوحيده اللي بدات تطمن السيدات انه
هذه القرارات على المدى الطويل هتعمل تأثير. مش بس كده، احنا كنا كمان بنروج لفكرة انه الدولة بتاخد تدابير كتير عشان تخفف عبء الغلاء على الناس، وحتى واحنا بنعمل الحملات كنا بناخد معانا مثلا قافل طبية مرة، بناخد منافذ لبيع السلع المدعمة مرة، كنا كمان بنرصد المشكلات لانه خلال هذه الفترة كانت الناس بيخبوا السلع. كمان كانت بطاقة الرقم التموين كان عليها مشكلات، فكان يعني بنحاول على قد ما نقدر نحل المشكلات الوقتية للستات، نسهل المعرفة للسيدات، كمان نفهمهم انه دي بلدكم واحنا مضطرين نعمل كده علشان يبقى مستقبلنا ومستقبل أولادنا أحسن. وطبعا التأثير في السيدات يعني تأثير في المجتمع كله. والحقيقة إحنا يعني كنا طماعين شوية، إحنا بدأنا مثلا ب30,000 منزل، وبعدين بدأ الموضوع معانا نحس إنه في نتيجة 80,000 100,000. إحنا النهاردة وصلنا في خلال الفترة اللي إحنا اشتغلنا فيها دي، وإحنا يعني فترة ما تعتبرش كتير، إحنا وصلنا لأكتر من 350,000 سيدة ومنزل. وما بكلم عن سيدة مش معنى اني بكلم سيدة بنفسها، طالما انا دخلت البيت هتلاقي حضرتك في البيت الاسرة بحالها، وانت بتشتغل عادة بيبقى في ناس فاهمة كلامك وفي ناس يعني بتعارض كلامك، فانا احنا بنستعين في الحالة دي ناس من المنطقة، بنستعين بالرائدات الريفيات، بنستعين القيادات الشعبية، بنستعين بعضوة مجلس النواب. المرة دي بقى اللي احنا بنعمله، ودي الحملة الجاية ان شاء الله وهي اللي هيبقى اسمها معا في خدمة الوطن، هي هنستعين بالداعيات والراهبات وخادمات الكنائس. ده بالتعاون مع وزارة الأوقاف والكنائس الثلاثة الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية. احنا بدأنا نتكلم الدبانة بتاعتك يا أستاذ جابر. هي بترحب، انت بتوصيها ترحب بضيوفها. الدبانة، ايه رأيك في الكلام ده؟ الدبانة الدبانة. خرجت الأستاذ عزيز عن الموضوع دلوقتي. عايزين اسرع علينا ايه دلوقتي؟ اسرع عليك ازاي؟ ده الضيف نفسه يقول لك الدبانه، طب انا اعمل ايه؟ الدبانه بقى. فاحنا كنا، انا بعتذر لحضرتك. لا ابدا يا فندم، بالعكس دي لطف من حضرتك. الحملة الأخيرة اللي كان اسمها صناعات المستقبل، وإحنا بدأنا الحملة حصلت ضرب الكنيستين الإسكندرية وطنطا، وكان يعني هدف الحملة ان احنا نتكلم على العلاقات الانسانية داخل الاسرة، وقبول الاختلاف ما بين الزوجين، وازاي يعني نتخطى الخلافات، وان احنا بنعمل يا جماعة قانون جديد احوال شخصية، فاستنوا، ما احناش عايزين نعمل ترقيع للقانون زي ما بيتم، لكن لغاية ما المجلس القومي للمرأة ولجنته التشريعية تهتم تخلص موضوع القانون. فلما حصل كمان الضرب الكنيستين، فاحنا عندنا مرونة كافية ان احنا نغير الاهداف بتاعتنا والرسالة بتاعتنا، وبدأنا نتكلم على فكرة قبول الاخر في المجتمع المحيط، قبول التنوع ما بين مسلمين ومسيحيين. وكانت عندنا تجربة ان احنا نستعين من الكنائس المصرية ومن المؤسسات زي كاريتاس وكير والهيئة الانجيلية، بينزلوا معانا يتكلموا. بس كان وقتها الموضوع ما كانش يعني متشابك زي دلوقتي، نشط قوي. ما كانش متشابك بمعنى انه طيب يا جماعه احنا مجموعه المسيحيين يروحوا يخشوا بيوت المسيحيين ومجموعه المسلمين يخشوا بيوت المسيحيين. حقيقه احنا واحنا بنشتغل بالفكره دي ما كانش الهدف بالظبط اتحقق زي ما احنا عاوزينه. فاحنا قلنا هنجيب المعنيين من المؤسسات المتعاونه مع المجلس، ومن اولها كانت وزاره الاوقاف والكنيسه الارثوذكسيه والكنيستين الكاثوليكيه والانجيليه، وبدانا نعمل لقاءات مع المسؤولين ونقول لهم مين الاليات عندكم اللي بتشتغل في الارض. فعرفنا ان الراهبات بيشتغلوا في المدارس وفي الكنيسه، وبيشتغلوا كمان شغل مجتمعي مع الناس، وايضا الخادمات. وجت وزاره الاوقاف وقالت ده انا عندي اكتر من 150 واعظه داعيه، وهم بيشتغلوا في بنفس الموضوع يعني، ولكن هم بيقدموا دعوه دينيه، ولكن عندهم استعداد ان هم كمان يعملوا دعوه مجتمعيه. فانت بدات تجمع اطراف جديده
يقدروا اولا هم عندهم قاعده شعبيه، كل اللي انا بكلم عن حضرتك معاهم دول عندهم قاعده شعبيه، عندهم مناطق جغرافيه بيتحركوا من خلالها يقدروا يوصلوا لنا هناك، عندهم فكر ومرجعيات يقدروا يرشحوا يعني يوصلوا ويأثروا في المجتمع المحيط بالرسائل اللي احنا بنشتغل عليها واللي هي هتستهدف في المرحلة الجديدة دي وهتستمر معانا لغاية شهر يمكن لغاية آخر السنة كمان. هي الفكرة الأساسية موضوع القبول الإنساني. إيه القبول الإنساني؟ احنا بدأنا يعني اللي هنبدأ بيه الأيام الجاية دي اللي هو الخاص ب يعني خلاص طرق الأبواب خلاص خلصنا. لا هو مستمر معانا. مستمر هو بالمناسبة بس مع تنوع هي طرق الأبواب دي آلية. آلية. آلية احنا بنستخدمها تمام. بس للتواصل. تمام. طيب الفترة الجاية مع استخدام الأستاذة سونيا ومع استخدام الأستاذة منى ومع الأستاذة بهيرة ومع استخدام الناس، يعني أنا بتكلم على العلم اللي هم وصلوا ليه أو الفكرة اللي هم وصلوا ليه، ده هنبدا فيه امتى ولا بدانا فيه بالفعل؟ يعني بشكل مكثف هنبدا ان شاء الله يوم 25 اللي جاي على مستوى المحافظات بنفس التوقيت. 25 الجاي. 25 الجاي من 25 يوليو اللي احنا فيه ده على مستوى المحافظات كلها. طب استاذه منى هنعمل ايه؟ يعني حضرتك دورك بالظبط هيبقى ايه؟ انت عضو الكنيسه الكاثوليكيه. تمام. يعني حضرتك وانا بسالك فقلت خادمه جوه الكنيسه. كلمه خادمه ده حاجه عظيمه مش كده؟ لا صحيح، ما انا بقول خادم القوم سيدهم يعني كلمه خادم دي مش قليله، بالعكس يعني انا شايف انها يعني الواحد بيبقى خادم الناس فبيبقى جزء من الناس بيحمل هموم الناس، فالخادمه دي بالعكس يعني انا مبهور بالكلمه يعني. فضل. هي اهم حاجه حضرتك قلتها ان لازم بقى جزء من الناس ويحمل هموم الناس. يعني هي يمكن الكنيسه اكتر يعني بنخدم عن طريق الحضانات المستشفيات حتى في الكنيسه عندنا، بس يمكن دلوقتي في نطاق ضيق بس اللي هو يعني هنقول مثلا مسيحيات في الكنيسه، لكن المستشفيات طبعا لا بيبقى عام، الحضانات عامه، المدارس بتاعتنا عامه. لكن بعد المؤتمر الفكرة كمان اختلفت أكتر، إن إحنا ممكن مع بعض نعمل ده. يعني إحنا كنا دلوقتي بنعمله في الكنيسة بعد المؤتمر هو معا في خدمة الوطن. ده اللي أنا حضرته. المجلس القومي للمرأة. وده اللي أنا حضرته، يعني ده أول مؤتمر أنا أحضره وانبهرت بيه جدا بجد. يعني أنا فبعد المؤتمر يمكن ده جديد إن إحنا هنشتغل مع بعض. إزاي نكون إيد واحدة ونعمل ده بدل ما كانت الكنيسة بتقدمه لوحدها. أو بره المجلس، فدلوقتي المجلس بيقول نحتضن ده بالزبط. ونعمل ده مع بعضين. بالظبط. حلوة حلوة أوي. أكيد هيبقى له شكل مختلف. إيه اللي حضرتك هتعمليه يعني بالظبط يعني؟ يعني فهميني دورك هيبقى إزاي يعني؟ أنت شايفة دورك يعني الفاعل أو الحتة الفاعلة فيها تبقى فيه من بعد المؤتمر؟ دلوقتي يعني الفترة الجاية الأستاذ عزيز بتقول خلاص احنا هنبدأ تقريبا يعني أيامه هنبدأ الشغل بتاعنا الحقيقي. هتعملي ايه بالظبط؟ هننزل للناس اللي حوالينا ونقرب ليهم ونخش بشكل جديد. يعني نبتدي نتعرف على الناس بشكل جديد. يعني اخش بقى اتكلم. احنا عندنا كانت مشكله ان احنا شويه لما بنيجي نتكلم مع بعض ممكن دي مسيحيه دي مسلمه. هي لسه الحكايه دي برضه موجوده شويه للاسف موجوده شويه. فلا احنا دلوقتي هنخش للناس ونقرب لهم كانسان. مش فارق معانا هو ايه. ويمكن يعني في الوقت القريب نبتدي نخبط بقى على ناس، بس يمكن يبقى تخطيطنا اللي حوالينا اكتر او الاول قبل ما ننزل المحافظات. بس ما اعتقدش ان في ان المجلس ممكن يرتكب خطا في ان حضرتك تروح للمسيحيات بس. لا حضرتك انا قلت مع بعض. لا انا اقصد اقول يعني بنبه بس. لا هو البعض يعتقد ان دلوقتي انه اثنين ينزلوا مع بعض. يعني هي دي الرساله بتاعت المجلس القومي للمرأة، ان لما تنزل الراهبه مع الواعظه الاثنين مع بعض بيقولوا نفس الرساله. مجرد وجودهم في الصوره مع بعض دي رساله. بصرف النظر هم هيتكلموا طبعا على قضايا انسانيه كتير خاصه بقبول الاخر واحترام الاديان والمعاملات وكده،
كده. هو بيروح اي 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 بيت يعني؟ انتوا بتاخدوا منطقه معينه بتروحوا كل البيوت اللي في المنطقه؟ اه كل البيوت، شارع كده تخش الشارع من اوله لغايه اخره. اه طيب مثلا مش متوقعين ان حد يرفض مثلا؟ اكيد اكيد هيبقى في يعني بيرفضوا بتوع المركز القومي للاحصاء ده بتاع الاحصاء دلوقتي بيقول له انت خلفت كام وانت مالك وروح في الباب في وشه حاجات كده يعني بتحصل بالكلام ده. بس يمكن لما نكون احنا الاثنين مع بعض يمكن ده يساعد شويه. ما تساليش حد خلفت كام. لا لا ما نرجع. لا انا بتكلم في اطار يعني انت يعني فكره انه خليها بالبلدي كده تغزو شارع وتخبط على الناس. والله انا من المجلس القومي للمراه هي هتلاقي شويه صعوبه اكيد. ممكن تروح لحد مثلا بيتغدى ولا حاجه ولا بتاع ولا في وقت مش مناسب او ولا اخره فهو هيستعجب. انتوا وفي حد ممكن يقول لحضرتك انت فاضيين للدرجه دي جه انت ده. فكل الحاجات دي معلش استوعبوها متوقع ان احنا طبعا متوقع ان احنا نقابل الحاجات دي. استوعبوها وناخد الخبرات بس ناخد خبرات مسبقه يعني من الاخوات. استاذه او المهندسه بهيره، انا بقول للاستاذه بهيره فقالت لا انا مهندسه بس معايا في معهد اعداد الدعاء يعني واخده اجتياز من وزاره الاوقاف. احنا في الجمهوريه في 10 معاهد اعداد دعاء قديمه دي من سنه 95 مش جديده. وفي داعيات من هذا التاريخ ولكن في الفتره الاخيره عشان احنا في عام المراه في وعد ان شاء الله ان عدد الداعيات اللي هيشتغلوا على الارض هيوصلوا ل 2000 داعيه. احنا حاليا المجازات 300 اللي اجتازوا امتحانات اخيره السنه اللي فاتت 300. ابتدينا ناخد اماكننا في اماكن الدعوه بتاعتنا طبعا بعد اختبارات. الاساس فيها مش ان انت حافظ ايه مش حافظ ايه، لا بتعرف توصل المعلومه ازاي. هو برضو يعني التواصل ده شيء مهم جدا. هل انتوا عملتوا امتحان جوه وزاره الاوقاف يعني؟ رحنا استدعينا بيسألك رأيك في القضية الفلانية. يعني ما كانش انت حافظ القرآن ولا لأ مثلا؟ برضو في برضو طبعا يعني حفظ ما انت بتسترشد بإيه وانت بتتكلم كداعية. بسترشد بالمصدر الرئيسي. لا أنا أقصد لازم أكون حافظ القرآن كله مثلا. ما تيسر اللي يخدمك في مجال دعوتك. الله ينور. وبعدين أنا بحضر يعني برضو ما على رأي العلماء يقول لك أنا لازم أذاكر. فأذاكر عشان أقدر أقول لك أوصل لك المعلومة صح. فإحنا يعني كلنا بقالنا سنين انا تعاونت مع المجلس عموما قبل كده في حملات طرق الابواب قبل ما نرجع للاسلوب العلمي ثم طرق الابواب تاني. احنا من سنتين كانت مش استاذ ازيز من سنتين نزلنا عندنا في اسكندريه. انا نزلت وكنت انا الداعيه الوحيده للمجلس. أنا بس بعتذر مشكورا بالذات الاستاذه او المهندسه بهيره لانه جاي من اسكندريه والحقيقه المشوار طويل عليها فانا بعتذر لها اعتذار شديد يعني. لا ابدا انا اسف اللي جبنا حضرتك من الـ من لا 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 انا يسعدني ان انا اتعامل معك واتشرف بيها يعني. ربنا يخليك. في سنتين دي تجربه انا شخصيا خضتها معاهم فبقول لهم ما تقلقوش تجربه مش صعبه. احنا نزلنا في غرب اسكندريه مناطق شعبيه ونزلنا في مندرة ابلي منطقه شعبيه وحوش ده تبقى عكس بقى مش طرق ابواب كان قاعه وجمعت فيها السيدات البسيطات متواضعات نكلمهم في مشاكلهم. يعني احنا كان عندنا مواضيع رئيسيه اللي هي بتاثر على الاقتصاد يا استاذ جابر. يعني لما تقول ختان البنات زواج الصغيرات كل هذه الامور ما هو مردودها اقتصادي. صح. وانت لما تجوز بنت صغيره جزء منها من قبل ما تتعلم يبقى انت بتعمل ست بيت لا تصلح لتربيه الطفل ابدا. فاحنا بنكلمهم في امور هم عايشينها. والناس البسطاء دول ربنا الرزاق. ايوه ربنا الرزاق ولكن في اخذ بالاسباب. هتتكلم باسلوب ايه بسيط وتسالها طب انت بنتك اللي اتختنت ما عندهاش مشاكل في حياتها؟ تناقشهم دينيا وتناقشهم علميا. يعني الطب بيقول ايه في مشكله الختان وهكذا. بتتاذي البنت ولا ما بتتاذيش؟ بيأثر على حياتها الزوجية ولا لا؟ أمور كلها حياتية. إحنا اتكلمنا في حاجات السنة اللي فاتت ولا اللي قبلها والحمد لله كان في استجابة حلوة قوي. يعني ما كنتش أنا أتوقعها والستات تجاوبت معانا وأعتقد إن الرسالة اللي اتكلمناها في كل المواضيع اللي اخترناها يومها كأولويات. إحنا السنة دي اختلفت الرؤية. تكرم المجلس القومي مشكورا إنه يتعاون مع وزارة الأوقاف. فاجتمعنا الاول كداعيات
مع المجلس القومي عشان يتعرفوا علينا. عددكم حضرتك قلت لي كام عدد الدعايات دلوقتي؟ حاليا احنا يعني اللي بتعاوني معاهم لا هم خدوا نخبه من العدد ده كله ما يقدرش يتعامل مع ده كله، فاحنا خدنا 50 من الدعايات و50 من خادمات الكنائس. لكن انتوا عدد الدعايات كام على مستوى الجمهوريه؟ على مستوى الجمهوريه في عدد كبير، انما كنتوا متوقعين توصلوا 2000 حضرتك قلت لي؟ الوزير يعني بيقول هذا الكلام، ونتمنى طبعا في عام المراه نوصل لان احنا نحط قبل ما نوصل انا متخيل هل ممكن يعني يبقى المكان خاص بالسيدات خلاص بتطلعوا منبر ولا بتقعدوا على كرسي كبير كده؟ لا 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 لا، السيده الداعيه ما لهاش منبر، احنا لنا زي ما احنا عايزين كده ترابيزه والسيدات قاعدين حوالي حلقه عارف الكاتاتيب بتاعت زمان يقعدوا الشيخ العمود كده وقاعدين حوالينا. يعني حضرتك الى جانب شغلك الرئيسي حضرتك بتشتغلي ايه؟ انا حاليا بالمعاش. بالمعاش لكن شغل حضرتك الاساسي ايه؟ انا كنت مهندسه قبل كده مارست حياتي 31 سنه خدمه كمهندسه يعني، وبعد كده غيرت الخط بتاعي وربنا اكرمني بالمشوار اللي انا فيه. طيب كداعيه يعني. ايوه. طيب بعد او قبل الموقف بتاع او قبل التعاون بتاع المجلس القومي للمرأة، انت كان تصور حضرتك للداعيه ايه لما انت رحت وزاره الاوقاف وقالوا لك اوكي انت استاذه بهيره خير الله بقيتي داعيه؟ انا لما ربنا اكرمني ودخلت المعهد عجبني المسمى. جميل. انا شخصيا سعيده بيه. يعني عارف داعيه يعني ايه؟ بندعو الى خير، بندعو الى تعايش سلمي، بندعو الى حياه مسالمه بيننا وبين بعض. احنا اللي احنا فيه ده بيجمعوا ثلاث حاجات يا استاذ جابر. بتجمعنا انسانيه، ايوه، بيجمعنا وطن، بتجمعنا لغه. يعني عندنا مشتركات كتير، عندنا ارضيه محترمه قوي نقدر نشتغل عليها. احنا بنقول عندنا في حاجه، يعني انا كداعيه دلوقتي اقول لك كلمتين من الشريعه هينطبقوا علينا. احنا بنقول مقاصد الشريعه خمسه. ايه مقاصد الشريعه خمسه؟ حفظ النفس، نفسي ونفسك، نفسي ونفسك، كلنا عايزين نعيش. حفظ العقل، احترم عقلك وتحترم عقلي. كل واحد يعيش اختلاف ده حق لكل واحد. حفظ العرض، محدش يعتدي على حد، لان العرض هو سكه النسل، يبقى خلينا في السكه السليمه. حفظ المال، كل واحد بيحاول يحافظ على ماله، عنده دين ولا ما عندوش دين اصلا، مسلم ولا مسيحي ولا بوذي ولا حتى عبدة نار، كله فاذا المقاصد الاربعه دي مشتركه ما بين الانسانيه. صح، ما هياش في الاسلام فقط. فدي احنا بنشتغل على كبيره. المختلف فيه واحد، لكم دينكم ولي دين، ديني بما تشاء وانا ادين بما اشاء. انا في المشوار بتاعنا ده مش هنكلمهم قال الله وقال الرسول، انا خلفيتي قال الله وقال الرسول، وهي خلفتها قال عيسى عليه السلام. كل واحد عنده خلفيه دينيه. صحيح. لان الشارع المصري شارع متدين بطبيعته. بطبيعته، فلما تنزل له الداعيه عايز يسال زي ما تقول طول النهار بيساله بالتليفونات، يا فضيله الشيخ اروح مش عارفه ايه ولا ما ينفعش، يا فضيله في حاجات حياتيه دقيقه جدا عايزين يدخلوا الدين فيها، فاحنا ندخل معاهم في مشاكلهم، مش هنتكلم في العقيده مطلقا، وده المتفق عليه في المشوار بتاعنا. لا ترقى للعقيده، كل واحد يدينه بما شاء ويقول له هو عايزه. انما احنا هنشتغل على المشتركات الايه الاربعه دول. تمام. ومن خلالها هنتحرك، ننزل بقى زي ما قالت اختنا منى وزي ما هتقول سونيا، وهننزل نكلم الستات. انا كلمتهم وانا قاعده معاهم كقاعده زي اللي بعملها في المسجد بالظبط لما كنا في الجمعيه. قعدت على ترابيزه كده زي ما بدي الدرس بتاعي، واتكلمت معاهم وضحكنا واتلاطفنا، وهم قاموا بدورهم المجتمعي برضو في السكه يعني. في قبول. فاحنا التجربه الجديده اني انزل اخبط على الباب. اخبط على الباب دي انا شايفاها انها ممتازه. ليه؟ انا هخبط على الباب، مش عرفنا اللي جوه الباب دي مسلمه ولا مسيحيه. لما انا وسونيا واخدين بعضينا انجاجي كده وداخلين عليهم، شايفين المسيحية شافت المسيحية والمسلمة شافت المسلمة، حصل إحساس بإن الاتنين واحد، الرسالة وصلت من غير ما تفتح بقي.
ان احنا ملتحمين اصلا. انا هنزل اقول لها الطرف الاخر ما بقتش كلمه اخر خلاص. كلمه اخر دي ما ينفعش نستعملها. احنا انسان جاي بيكلم انسان. احنا جايين ليك عشان احنا جايين لك مشكله. عندك مشكله احكي اللي عندك ايه؟ وانا اقدر اساعدك في حلها عن طريق المجلس، عن طريق وزاره، عن طريق مجلس النواب، عن طريق يعني في حاجه كمان ان انا بحل المشكله. طبعا يعني ايه لو عندها مشكله ممكن قوانين المراه كلها بالظبط كده. احنا بعد ما تخلص هل مشكله عامه يعني مثلا لو سيده بتكلمك عندها مشكله في مدرسه معينه مثلا يعني يساعدوها المجلس عشان انت عندك اكتر يعني اكتر من كاتيجوري للمشكلات. في حاجات احنا نقدر نحلها واحنا موجودين. واحنا كنا في تواصل مباشر، دكتوره مايا مرسي رئيسه المجلس القومي للمراه كانت بتواصل مباشر مع الوزراء بالذات، يعني كان في مع الوزيره غدا والي، وزاره الصحه، وزاره الاوقاف في بعض الاحيان، لانه انت طول الوقت الاداره المحليه كمان التنميه المحليه، لانه انت طول الوقت بتسمع شكاوي من الناس وبتحاول تحل. في حاجات بسيطه كده زي ما دخلنا قريه مثلا كان فيها الترع والمصارف عايزه تتطهر، فعلى طول بنتصل بالاداره التنميه المحليه بيبعتوا لنا حاجات. تشركونا معاكم؟ يا ريت. يا ريت بكلمك بأمانة وانا كمان احب كده. انا لسه كنت بتكلم مع الزملاء هنا بقول انه انا مهتمه جدا ان الاعلام يبقى شريك اساسي. لا لا اشركونا معاكم بكل مهم جدا يعني. وانت داخل البيت انت حضرتك سالت سؤال مهم جدا في الاول. انت قلت انتوا يعني خليكم صبورين مع الناس اللي الناس لو سمعوا في الاعلام انه في حاجه اسمها حمله طرف ابواب وهتخبط عليه بيتكم وتكلم معاكم هيبقوا مؤهلين ان هم يسمعوا منكم. فده انا بنرحب جدا بالشراكه ديت، ويا ريت لو حضراتكم تطلعوا معانا كاميرات تنزل تلف معانا على البيوت تشوفوا رد الفعل الانساني. انتوا ممكن يكون عندكم فكره معينه طب ما تقولوا لي وانا انزل معاكم. خلاص ما عنديش اسم. 25 يوليو الجاي تنزل حضرتك معانا في محافظه من المحافظات هنتصل بيك مباشره وتنزل معانا. لان الهدف الرئيسي لانه فكره ان انا حد عنده مشكله فاحلها له دي يعني انا بحس كده انه والله واحنا يعني بعد ما المشكله بتتحل بحس كده ان في حاجه في السماء بتتحقق. يعني كمان انت مش بس بتقدم حلول للمشكلات، انت كمان بتقدم خدمات. يعني احنا في حاجتين او ثلاث حاجات هم اكتر حاجه دايما الناس يشتكوا منها. نمره واحد هي الغلاء. فاحنا بنحاول ناخد معانا مثلا عربيات بتقدم سلع مدعمه بالسعر البسيط. في بعض المؤسسات الخيريه بتنزل معانا بتقدم للناس اللي هم ذوي الاحتياجات ذوي حاجه يقدموا كده. بتقدم معاك قافله طبيه بتكشف وبتقدم دواء مجاني. بتحول مستشفيات لعمليات عيون وحاجات مطلوبه. بتاخد معاك كمان ناس من الصرف الصحي اللي هم بيحللوا الميه. احنا كان طول الوقت الناس بتشتكي ان الميه وحشه والمر ما بنعرفش نشرب. لا هي حكايه المشاكل فالحاجات دي لكن طبعا خلينا نقول يعني نكون واضحين مع الناس عشان ما نقدرش نقدم. لا 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 احنا مش بنقدر على قدر استطاعتنا. يعني لو حد بيكلمك على الاميه، لو حد بيكلمك على قدر استطاعتنا. وكمان بتكسب ثقه الناس اللي انت رايح عندهم. لما اي حاجه بعد كده هتدخلها في الرساله بتاعتك هيستقبلها منك. صح. استاذه سونيا صليب مدير دار سيده السلام لذوي الاحتياجات الخاصه، انا اعتقد انه الدور على حضرتك مضاعف شويه. يعني يعني الدور على الاستاذه بهيره، الدور على الاستاذه منى، الدور على الاستاذه ازيس، والدور عليا. يعني يمكن احنا بنتعامل شويه مع الطبيعي العادي. الناس دي لها طبيعه خاصه واحساس خاص واحترام خاص وتقدير خاص. هيبقى تخصصك في الحته دي؟ هو ده تخصصي، هو ده مجالي سيادة الاحتياجات الخاصة. والجديد عليها الحملة دي او طرق الابواب او قبول الاخر. يعني انا بالنسبة لنا احنا كان الاول مثلا قبول الاخر بالنسبة لي قبول ايا كان الاخر ممكن يبقى ذوي احتياجات خاصة، هو ده الاخر. يعني صحيح. احنا لازم بنعمل توعية للناس ازاي تقبل هذا الاخر وتحترمه كانسان قبل اي حاجه. الجديد دلوقتي قبول الاخر مثلا في الديانه. انه احنا واحد واحنا برضو في الاخر انسان. فهي مساله قبول الاخر دي شامله.
بالنسبة لنا إحنا عايشينها مع زاوية احتياجاتها الخاصة. يعني الدور القادم، يعني انت لو دخلت مثلا احد البيوت لا قدر الله ولقيته فيه مشكله من ذوي الاحتياجات الخاصه، انت بيبقى اهتمامك اكبر بيها اكبر من الاهتمام العادي او بالمشكله عاديه؟ يعني تحس كده ان انت روحك رايحه لها على طول كده؟ هو انا يعني من غير ما انا بروح لوحدي يعني انا لو لقيتهم في الشارع بتشد. يعني هو دور تقريبا 25 سنه في مجال ذوي الاحتياجات الخاصه، فلازم بيكون في كده حاجه بتشدني ليهم. فدي خدمتنا يعني. طب قولي لي الناس دي يعني فكر، مش عايز اقول مظلومين، لكن حقهم شويه متراجع بالنسبه للاهتمام بتاعتهم، بتبقى متراجعه شويه. يعني يعني ايه اللي احنا محتاجينه؟ يعني حتى في المجلس لما تيجوا تقعدوا مع بعض كده وبتاع، تبقى انت واحده من السيدات اللي يتحدثنا عن مشاكل احتياجات الخاصه مثلا، هي المشاكل في المقدم ليهم من خدمات، ولا المشاكل ان احنا مش حاسين بيهم؟ الاثنين يعني. يعني ممكن نبقى مش حاسين بيهم، ممكن نبقى مش عارفين نتعامل معاهم ازاي، مفيش وعي، مفيش خبره، مفيش اهتمام. يعني من تقريبا من كل المجالات، لا هم لسه مش واخدين حقهم، لسه مش واخدين. طب انت يعني في ظل الاوضاع، يعني معلش انا كنت بكلم مجلس القومي للمراه، ما بنيجي نتكلم مثلا عن واحده مغتصبه مثلا، انا اسف التعبير، او واحده جوزها ضربها ضرب بشنيع ومش عارف يقدر يعملها حاجات من فانا مش الدبانه كانت تعبه حضرتك، جات لك برضه؟ انا جاي لي دبانه مختلفه. وصلت عندك؟ ده لا ده جاي لي دبانه مختلفه. دبانه الكترونيه لوحدي بس زمانه طبعا. المشكله مش في اخونا العزيز اللي ركب لي البتاع، لا المشكله فيه انا، انا وداني اللي كبيره، ما حدش يزعل مني. فكره انه المركز القومي للمراه لما يقوم في اغتصاب لسيده او اضطهاد لسيده او لعمل سيده، فنجد احنا كمذيعين بقى وفعلا المجلس القومي للمراه وفعلا مش عارف ايه، وقابلوني بقى لو حد مش عارف ايه، ويفضل يقول لك المجلس القومي، وهارينا المجلس القومي للمراه، ولا في مجلس قومي للمراه ولا حاجه. احيانا بيبقى في حاجات داخليه كده ما بقاش واخدين منها. طلع انه في مجلس قومي. لا هو مش مجلس قومي، يعني انا شايف الكلام اللي قالته الاستاذ عزيز ان انت بتتكلم كحكومه مصغره. يعني وده الجميل في الموضوع الحقيقه يعني. وكمان كل شويه انا بفتح مجال جديد، يعني انا بفتح حاجه جديده. يعني انا لسه يعني انا عاجبني قوي والله حكايه المشاكل دي، مش ان انا احلها، ان انا اسمع لها، ان انا اسمع لها. عارف حضرتك بتوصلها لفوق. يعني احنا في حاجات احنا عملناها داخل المحافظه ربما يكونوا المسؤولين في المحافظه كمان مش عارفينها، مش عارفينها. فاحنا بعد ما بنخلص بنعمل رصد للمشكلات، لانه في استمرار الرصد بتاعتنا فيها جزء خاص بالمشكلات. فمشكله في قريه صغيره في المكان الصغيره دي بعيد ده، ربما ما يكونش المسؤولين مش عارفين، فبنبعتها لهم يا جماعه اهتموا بال وفعلا بعد فتره نروح نلاقي الموضوعات شويه اتحركت يعني. بس انا عايزه بس اعلق على جزئيه قالتها استاذه سونيا فيما يتعلق بذوي الاحتياجات الخاصه. احنا عندنا في المجلس القومي للمراه لجنه مهمه، اللجان المهمه جدا هي لجنه ذوي الاحتياجات الخاصه. طبعا احنا بنتكلم، هي رئيستها الدكتوره هبه هجرس، هي رئيس المجلس، وهي بيتكلموا على فكره الدمج، فكره التمكين لذوي الاحتياجات الخاصه، بيتكلموا على تعديلات تشريعيه بحيث انه يعني يبقى في حقوق واجبه على كل المؤسسات تؤديها لذوي الاحتياجات الخاصه. كمان بيتكلموا على فكره انه يبقى في سياسه للدوله، سواء في المباني، في الاجور، في كل التسهيلات الحركيه للرمبات والحاجات دي اللي مش موجوده. لا ده عذاب، عاوزينها الطرق، ده عذاب. لا ده حد صحيح. انا عايز اقول لحضرتك انه اكتر من تلت ساعه كنا بنطلع زي الاحتياجات الخاصه واقف في الشارع، يعني العربيه عايز يطلع الرصيف، والرصيف كل ما يطلع بيلاقي طوبه طوب من، يعني فكره انك مش تمشي على الرصيف، لا ده تطلع على الرصيف. طلع على الرصيف للاسف وهو ماشي ما يعرفش يتحكم،
وقع اتقلب ايه؟ وعايز اقول لحضرتك انه في منطقه مش مناطق راقيه يعني. احنا قعدنا فتره طويله الاصحاء هم اللي بيتكلموا عن ذوي الاحتياجات الخاصه. فدلوقتي هم بيكلموا، هم اكتر حد حاسس بمشكلته واكتر حد عارف هو محتاج ايه علشان يعيش حياه سويه زيه زي اي حد. عشان كده احنا في كل فرع من فروع المجلس القومي للمراه عندنا حد ممثل عن ذوي الاحتياجات الخاصه بيعملوا اجتماعات ومؤتمرات وندوات وبيعملوا قوانين وحاجات زي كده. فاحنا فكرتنا الدمج، يعني الدمج والتمكين، التمكين وتاهيل عشان يبقوا يعني افراد في المجتمع منتجين كمان. تمام. طيب ترك الابواب بقى عايزين تمام خلاص. طيب هاخد بس فاصل اعلاني صغير كده. ايه يا ريس احمد الصاوي؟ طيب احنا كنا بنتكلم على رئيس تحرير صحيفه صوت الازهر انه وصل لهم تهديدات وانه بيوصفوه انه علماني وانه كذا وكذا وكذا. فوزاره الداخليه كلمت زميلنا العزيز احمد الصاوي دلوقتي ويعني هتنسق معاه وتشوف الامور ايه. والله انا بشوف ناس كتير بتنتقد الداخليه. انا اعرف ناس في الداخليه يا جدعان عاملين زي المجلس القومي للمراه كده. اه والله في يعني في اربعه خمسه كده في وزاره الداخليه انا اعرفهم تحس انهم حكومه لوحدهم. حكومة لتيسير الأعمال، مش لتسيير الأعمال، لتيسير الأعمال. الناس دي عمر أنا كجابر ما كلمتش حد من الخمسة دول إلا ما بيحل لي مشكلة. فللأمانة يعني عشان بس ممكن يكون في ضابط لاسع شوية، لكن برضو في ضابط متمكن ومحترم شوية. أعتقد إن الأمور دي لازم ناخد بالنا منها. طيب الأستاذة إيزيس محمود، الأستاذة سونيا صليب، الأستاذة منى فوزي، الأستاذة بهيرة خير الله. هستسمحهم بس ناخد فاصل صغير وارجع لحضراتكم مرة تانية. طيب واحنا في الفاصل الاستاذة ايزيس اشارت اشارة مرعبة، قالت لي ان الدبانة انتحرت. هاتها كده ما تقلقش، ده حلو قوي. اه والله الدبانة انتحرت في كوب الشاي. ده امر حقيقه. لا الجماعه بتوع المجلس القومي قال لماحات، يعني لماحات. قالت انا عايز اقول لك على حاجه مهمه، فانا افتكرت ان احنا هناخد يعني منحى جديد ولا حاجه. قالت لي الدبانه انتحرت، فانتحرت جوه المج ده. فخدوا لي الذكرى مربوطه برضه. ها لا 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 شغاله. لا 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 شغاله. لا ده حاجه محترمه جدا جدا يعني. لا وماتت الدبانه. ارجع للاستاذه ايزيس، حضرتك كنت عايزه تعلق على حاجه؟ مش الدبانه لا. لا هو انا بس كنت حابه اشرح بتفاصيل الحمله بتمشي ازاي. تمام. لانه مهم جدا الناس تبقى عارفه لو احنا رايحين لهم احنا رايحين ليه. تمام. انا زي ما قلت كده ان احنا بنتكلم، وانا كنت لسه هقول لزميلتي العزيزه حبيبتي سونيا ان احنا دلوقتي ما قعدناش بنتكلم على تقبل الاخر. احنا بنتكلم على القبول الانساني. ودي فكره جديده. احنا بنتكلم على بعض مع بعض انسانيات. بنتكلم على صوره واحده فيها معاملات وفيها اخلاقيات وفيها مبادئ. ربما دي المره الاولى اللي احنا نستخدم سيدات في محاربه ال مش عايزه اقوله برضه هو خلافات دينيه او فكر متطرف. احنا محتاجين ان السيدات لما ينزلوا ويقابلوا سيدات هيبقى الوضع مختلف، هيبقى الكلام مختلف. احنا بنعمل فرشه ارضيه في المجتمع. مين اللي بيربي؟ هم الستات هم اللي بيربوا. ومين في بعض الاحيان هم اللي بيشعلوا المشاكل؟ في بعض الاحيان بيكونوا سيدات، واحنا شفنا ده في الصعيد في قضايا الطار وفي قضايا نزاعات على الاراضي وعلى الورث والحاجات دي. فاحنا داخلين بروح جديده، باليات جديده، بستات واعظات وراهبات وخادمات. وبالمناسبه وانا بشكر جدا جدا الكنيسه الكاثوليكيه، هي ما دخلتش علينا بالراهبات. يعني كنا نتمنى النهارده ان يبقى موجودين معانا
لان هم لانهم الان انا عارفه ان هم اليومين دول بيبداوا موسم نشاط جديد. عندهم النهارده صيام مش كده؟ عندكم سيد الرسول عيد المسيح. عيد الرسول المسيح صح؟ انتوا بتصوموا تفطروا اخر النهار ولا لا لا صيام مستمر بس بيبقى 47 يوم. 47 مذاكره ازاي؟ يبقى بالزيت. لا والله احنا واحنا في المؤتمر بتاعنا في اختي جميله واحنا بنفطر مع بعض فبقول لها ده حلو. قالت لي ما اقدرش اكله عشان صايمه. فقلت لها لا قولي لي انتوا لسه فاطرين مع شم نسيم؟ ايه ده؟ قالت لي الثاني الصيام الكبير 55 يوم انما ده الصيام 47 يوم. قلت لها اسمه ايه؟ قالت لي صيام الرسل. لازم نعرف بعض. ايوه لازم نعرف بعض يا استاذ جابر. في صغائر صغيره تقربنا من بعض. انا كمسلمه انا بصلي هي بتصلي، انا كمسلمه بصوم هي بتصوم، انا كمسلمه بطلع زكاه هي بتطلع زكاه برضه، انا كمسلمه بحج وهي كمان بتحج. مش واخد بالك ان الاسس كلها واحده؟ مش ناقصنا حاجه خالص، احنا زي بعض على فكره. احنا لما قسمنا المجاميع يا استاذه ايزيس اتفقوا ان احنا نعمل الاول ترابيزات مجمعه موجوده فيها الدعايات مع الوعظات يعني مع الراهبات وخادمات الكنائس، ونتداول في الايه المشاكل اللي عندنا في البلد وعايزين نعالجها. فابتدينا نتكلم كلنا. بعدين قال طب نفصل القوات، خلوا ترابيزه للدعايات لوحدهم وترابيزات للايه لأهل الكنيسة لوحدهم، واتكلموا لوحدكم واتكلموا لوحدكم، لموا الورق ده ولموا الورق ده. طلع يعني احنا بنتكلم حاجة واحدة، احنا لغة واحدة ومشاكلنا واحدة واحنا عايزين نحلها بطريقة واحدة. نحط ايدنا في ايد بعض، البلد دي هتقوم. البلد دي عمرها ما كانت متفرقة قبل كده. اما الحضارة 7000 سنة دي جت منين؟ اللي احنا كنا واقفين على رجلينا صح، ما كانش في حاجه اسمها روح تانيه وروح جديده وعزم. الروح دي كانت موجوده يا استاذ جابر، احنا عايزين نرجعها. افسدها خطاب ديني سيء في كل من الطرفين. احنا النهارده بايدنا الواحده بالدعوه دي، انا برضو اسمن على دور الاعلام زي ما قالت الاستاذه ايزيس. انا كداعيه بشتغل في مسجد، بتحضر لي كام واحده؟ 20 30 50 100 في الحلقه بتاعتي. بشتغل في نادي انا كمان بالاضافه مسجد نادي والعدد اكبر، بنعمل ندوات وبنستضيف اساتذه كبار من العلماء الافاضل اللي موجودين في الساحه الاعلاميه، وبنثقف الناس. برضو كم واحد بيسمعني؟ برضو عدد هيعتبر محدود. اما المنابر الاعلاميه من التلفزيون ولا الاذاعه ولا الصحافه، لا منبر اوسع صحيح يوصل الرساله اكتر. فاحنا عشمنا فيكم طبعا. لا لا إن خالص يعني من الاستمراريه في التوجه لهذا الامر طبعا. علشان الناس لما ننزل لهم يبقوا مؤهلين مستعدين، واحنا ايدنا في ايدكم يعني. بالعكس يعني احنا بنرحب جدا يعني، واكيد في زملاء كتير بيرحبوا يعني. ربنا ييسر لنا حالنا بالتعاون وبايدنا مع بعض معا نبني مصر فعلا مع بعض. استاذه سناء عايز كده اي حاجه يعني؟ اذا بقول كلمه اخيره كده حضرتك عايزه يعني ان شاء الله هنعمل حاجه كويسه. انه كنت عايزه اقول انه احنا من ضمن المبادرات يعني اللي ناويين نعملها كان في احدى الواعظات اقترحت اقتراح ان احنا نعمل تنظيف وتجميل منطقه معينه ونجمع فيها بين الكنيسه والمسجد. واتفقنا انا وهي انه انا من خلال الكنيسة أجيب مجموعة من الشباب، وهي هتتفق مع المسجد وهتجيب مجموعة من الشباب، وننزل نعمل المنطقة المحيطة بالمسجد والكنيسة والمستشفى، المنطقة دي هنعمل نظافة وتجميل تحت شعار واحد. وقت ما تفكروا وعايزين قريب قوي ان شاء الله، بس حد يكلمنا ونبعت معاكم كاميرا. ما عندناش ازمه يعني. على فكره احنا عندنا مبادرات كتير بالطريقه دي طبعا. هي سونيا وزميلتنا الداعيه يمنى خدوا المبادره دي في منطقه اظن النزهه وفي مصر الجديده في شيرتون، واحنا هننزل في كل المحافظات، ودي حاجه بنعملها يعني. احنا دلوقتي بنعمل اتصالات اليوم اللي تبتدوا فيه قبليها بيوم مثلا، بس حضرتك تكلمينا وبالعكس يعني. انا حاجات ده اللي بعت لك فريق الاعداد كله.
هتكون اظن ان دي هتكون خطوه كويسه في البدايه. احنا قبل ما نتكلم احنا بنظهر ده ونبتدي نتكلم، حتى لو تبعتوا لنا في اي حاجه تبعتوا لنا ونتكلم عليها، واول ما ينزلوا ما فيش تمام، يعني خلي ايدنا في ايد بعضينا كده يعني. الحمد لله انا سعيده ان حضرتك يعني عرضت انه تتعاونوا معانا في الترويج للحمله العلمية، حاجه مهمه جدا جدا بتساعدنا في ان احنا نبقى في سلاسه في التعامل مع الارضيه المؤهلين الناس. استاذه منى حضرتك عايزه تقولي اي حاجه؟ ميرسي بجد. لا والله خالص بعد كلام الاستاذه منى ما اقدرش اقول اي حاجه. لا يا منى ده احنا ايد واحده من نفس اللغه، لغتنا واحده والله، يعني طول عمرنا لغتنا واحده بالظبط. احنا مش محتاجين جديد، احنا بس محتاجين نطلع طلعت الاخلاقيات والمشاكل واحده والاسئله واحده، يعني ناسسها ونرسخها واحده. تبدا بالمراه، المراه على فكره قائده ورائده طول عمرها، طول عمرها هي اللي بتربي، كنا وهنرجع هي اللي بتربي، هي مش نص المجتمع. لا والله المجتمع كله صدقني، البيت من غير سيده ما ينفعش. انت دايما تثمن على دور والدتك. لا لا دايما على دور والدتي ودور مراتي ودور اهلي. لا طبعا ربنا يخليهم ان شاء الله. المرحله الجايه هتشهد دور جديد للتاء المربوطه. خلينا معاها كده عشان ما تبقاش مربوطه، ممكن نفكها تنطلق ان شاء الله. الله يخليك. استاذ عزيز محمود مدير التدريب والتوعيه في المجلس القومي للمراه، بشكر حضرتك شكر جزيل. استاذه منى فوزي عضو الكنيسه الكاثوليكيه بشكر حضرتك شكر جزيل. استاذه بهيره خير الله الداعيه الاسلاميه بشكرها شكر جزيل. استاذه سونيا صليب مدير اداره سيره السلام لذوي الاحتياجات الخاصه بشكر حضرتك شكر جزيل. وخلونا كده ايد في ايد، يعني يمكن ربنا سبحانه وتعالى يسهل لنا كده. انا بس بعد الفاصل هيبقى لي دقائق معدوده بس هاخدهم مع احد المواطنين له خلف، لا هو عارف اذا كانت بنت ولا ولد، فخليني بس اعرض الامر على من يريد المساعده في هذا الاطار وربنا يسهل ان شاء الله. هاخد فاصل وارجع لحضرتك.